أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: إذا كان يكره لبس النعل لبس نعلة واحدة والمشي فيها، فهل يدخل في ذلك لبس الشراريب والجوارب والدسوس في يد واحدة دون الأخرى؟ إيه نعم، يدخل في هذا، يشبه المشي بنعل واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: في بعض البلدان ينكرون الدخول بالنعال إلا إذا كان محتاجا إلى هذا، يمكن رجله فيها جرح أو يده فيها جرح يحتاج إلى أنه يضع عليها الشراب، لا بأس، هذا للحاجة. نعم.